هنتكلم دلوقتي على التطور اللي حصل في الجزء الاخير من الدعامة الهيدروليك ذات الثلاثة اجزاء، وهو المخزن او ما يعرف بريزرفوار، وده اللي بيتخزن فيه السائل اللي بيتضخ عشان يحقق الانتصار. منظمة الصحة والدوائر العالمية وافقت على انواع معينة لاستخدامها زي الخزان كروي الشكل سعة 65 او 100 ملي اللي بتنتجه شركة AMS، ونفس الشركة انتجت خزان تاني وتمت الموافقة عليه. شركة كولوبلاست بتنتج نوع تاني من الخزان بسعة 75 او 125 ملي. دلوقتي هنتكلم على التطور اللي حصل في طريقة تركيب الدعامة الهيدروليك. هنتكلم الاول على المكان اللي بيتم منه التركيب او مكان الجرح. عندنا ثلاث طرق شهيرة، منها على سبيل المثال انفرابيوبيك بينوسكروتال اند circumcisional approach، ولغاية وقت قريب ما كانش فيه أفضلية لطريقة عن التانية، لكن بعد الدراسات مؤخرا وضحت أن الفينوس كروتال أبروتش أو الفتح ما بين كيس الصفن والعضو الذكري هو المفضل، أنه أبعد ما يكون عن الأعصاب والأوعية الدموية اللي بتغذي العضو الذكري. هنتكلم دلوقتي على الطرق المختلفة لتركيب الخزان أو الريزرفوار. الطريقة المعتادة أو الأشهر أو معظمنا بيستخدمها هي أن الخزان بيتحط في مكان اسمه Space of Ritzel، وده بنقدر نوصل له عن طريق القناة الإرابية أو الانجوينال كانال، وهو فراغ موجود أسفل المثانة ما بين المثانة وعظم الحوض. في مكان تاني نقدر نزرع فيه الخزان، وده تحت جدار البطن أو ما يسمى حاليا بالطريقة الإكتوبيك لتركيب الخزان، واحنا الطريقه دي بنحط الخزان ما بين جدار البطن والغشاء البريتوني، واللي اصبحت مفضله او احنا بنلجا للطريقه دي في حالات معينه زي مريض عامل فتق مثلا في الناحيتين فيبقى في صعوبه ان انا اقدر اوصل للفراغ عن طريق القناه الارابيه، او مريض عامل عمليه كبيره في منطقه الحوض عامل استئصال للبروستاتا جراحيا، يعني في حالات مرضيه بيكون في صعوبه شديده ان انا اوصل للفراغ المعتاد اللي احنا بنركب فيه الخزان، فبنضطر نلجا للطريقه الاكتوبيك او الاماكن الاكتوبيك المختلفة، ودي بتكون بعيدة عن منطقة الحوض، وبالطريقة دي بنتجنب ان احنا نعمل اي اصابة في الاوعية الدموية بتاعة منطقة الحوض او الاعضاء اللي موجودة في منطقة الحوض زي المثانة، بنحاول نبعد عنها قدر الامكان. في الحلقات اللي جاية تعرفوا تفاصيل اكتر عن الدعامات بالذات الدعامة الهيدروليك وانواعها المختلفة والشركات اللي بتصنعها والفرق ما بين كل دعامة والتانية ومميزات كل نوع، كل دي تفاصيل هنعرفها في الحلقات القادمة. تابعونا.